عادل حمود وسط الملعب إلى عمر السومة في الطرف الأيسر، عمر السومة يتقدم الآن، جول! الله! البديلان يسجلان هدف الأول لنادي القادسية، الهدف الأول لصالح نادي القادسية في الدقيقة 23 من شوط المباراة الثاني. البديلان عمر السومة لزر الحاج بن عيسى، لاحظ، تابع عمر السومة، تابع تابع تابع، شاهد عمر السومة إلى لزر الحاج بن عيسى ولاحظ الفنيات. كما أقول هذا اللاعب يعني من الشيء السلبي أن يبقى على قائمة البدلاء في نادي القادسية، هذا اللاعب المحترف أفضل لاعب في الجزائر في عام 2007-2008. سجل الهدف الأول لصالح القادسية وسط ضياع فرص كثيرة نادي كاظمة، وسط